بسم الله الرحمن الرحيم. طلبتنا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلى بركة الله نبدأ المحاضرة الخامسة الخاصة بمادة الاتصالات المعدة إلى طلبة الجامعة المستنصرية كلية التربية قسم علوم الحاسبات المرحلة الرابعة. المحاضرة اللي فاتت كانت تخص التوبولوجي، النتورك توبولوجي. أخذنا بيها أول طريقة اللي هي كانت الميش توبولوجي، اليوم راح ناخذ الستار توبولوجي. أقصد بالستار توبولوجي التخطيط أو الترتيب النجمي. In star topology إيش راح يصير عندنا؟ Each device has a dedicated point-to-point link only to a central controller. إذن النقطة الأولى اللي نشوفها إنه أيضا كل جهاز راح يكون مرتبط ويا باقي الأجهزة dedicated point to point، يعني نفس حالة الميش. هسا أول صفة تشبه صفة الميش topology اللي هي مربوط، الجهاز راح يكون مربوط عن طريق dedicated point to point link. بس هالمرة شنو الاختلاف؟ راح يكون انه هذا اللينك dedicated مربوط مو مباشرة الى الحاسبة الثانية، وانما الى central controller، يعني جهاز سيطرة مركزي هو راح يتولى مهمة تبادل البيانات. دائما شو اسمي هذا central controller؟ usually called a hub. اسمي اطلق عليه تسمية هاب. يقول the devices are not directly linked to one another. اذا الاجهزة مالتي ما راح تقدر بيناتهم ترتبط مباشرة وتتخاطب مباشرة بيناتهم، لا. ايش راح يصير؟ unlike mesh topology. ايش راح يصير؟ يقول a star topology does not allow direct traffic between devices. ما راح يسمح لي الستار توبولوجي انه اكو دايركت ترافيك بين الاجهزه الموجوده على الشبكه. ايش راح يصير لعد؟ يقول الكنترولر او سنترال كنترولر اكتس، يمثل راح شنو راح يقوم بها دور از ان اكستشينج، راح هو اللي يسوي لي عمليه التبادل بين الاجهزه الموجوده. يعني شنو نقصد به؟ يقول اف وان ديفايس wants to send data to another. إذا واحد من الأجهزة يريد يرسل معلومات إلى جهاز آخر، إيش راح يصير؟ بالبداية راح يرسل المعلومات إلى الكنترولر أو الهاب، اللي بعدين إيش راح يسوي هذا الهوب الهاب أو كنترولر؟ هو اللي راح يدزها إلى الجهاز المعني. مثل ما نشوف يقول بالبداية it sends the data to the controller which then relays the data to the other connected device. مثل ما نشوف يمنا بالصورة انه مجموعة من الديفايزز ومرتبطة كلها عن طريق السويتش. تشوفون هذا السويتش كلها مرتبطة عن طريق السويتش، يعني ماكو ربط بين ديفايز وديفايز. اذا تلاحظوا بالميش توبولوجي كانت مربوطة ديفايز ويا ديفايز كلها، هسه لا، كلها مربوطة ناس مع بعض بس عن طريق منو؟ عن طريق السويتش او الهاب. وبصفه موجود السيرفر اللي نستفاد من عنده حتى نجيب من عنده المعلومات اللي نحتاجها. اوكي تمام. هسه نشوف الادفانتج والديس ادفانتج اوف الستار توبولوجي. احنا قلنا بكل طريقة اكو بيها ادفانتج واكو بيها ديس ادفانتج. بالنسبة للستار توبولوجي الادفانتج مالته رقم واحد يقول الستار توبولوجي is less expensive than mesh topology. اذا اول رقم يقول انه هي اقل كلفة من الميش توبولوجي. ليش اقل كلفة؟ لانه عدد اللينكس اللي احتاجها راح تكون اقل، وعدد الانبوت اوتبوت بورتس راح تكون اقل، يعني الكيبلنج راح يصير عندي اقل، والانبوتس اوتبوتس كارد هم راح يصير عندي اقل. الفقرة الثانية it is easy to install and reconfigure، يعني شنو؟ يعني سهلة التنصيب والاعداد، نفس النقطة الموجودة بالميش توبولوجي. رقم ثلاثة يقول include robustness، ومثل ما حكينا robustness يعني راح تكون هاي الشبكة جدا قوية وجدا نشطة.
if one link fails، اذا واحد من هاي اللينكس صار به قطع، صار به خلل، شو يقول؟ يقول only that link is affected، اذا بس هذا اللينك والحاسبه المرتبطه به هي اللي راح تتاثر. All other links remain active، راح تبقى كل اللينكس الباقيه هي راح تبقى فعاله وتشتغل. رقم 4 بالنسبة للأدفانتج يقول Easy Fault Identification and Fault Isolation. إذا مثل ميش توبولوجي يقول هنا سهولة أنه أنا أحدد الخطأ وين مكان الخطأ، وسهولة عزل لهذا الخطأ عن باقي الشبكة. نجي على Disadvantage of Star Topology. يقول One Big Disadvantage، واحد من المشاكل الكبيرة بالنسبة للستار توبولوجي is the dependency of the whole topology on one single point اللي هي الهاب. يقول لكم مشكلة كبيرة تواجهنا انه كل الشبكة راح تكون معتمدة على شنو؟ كل الشبكة راح تكون معتمدة على جهاز واحد اللي هو الهاب. اذا الهاب صارت بي مشكلة goes down، يعني عطل، صارت بي مشكلة، يقول the whole system is dead، معناها النظام مع الشبكة مالتي كله كأنه ميت. هاي المشكلة الكبيرة اللي تواجهنا بالستار توبولوجي. النقطة الثانية يقول each node must be linked to a central hub، انه كل نود لازم اني اربطها بمن؟ بالcentral hub. لهالسبب يقول often more cabling is required، اكيد راح احتاج cables حتى اغطي كل الحاسبات اللي عندي واربطها للهاب. يقول إن ستار إن سام أذر توبولوجيز، يقول عندنا الرينج أو الباص ما تستخدم كيبلز بهذا العدد. كمثال عليها يقول ستار توبولوجي وين أستخدمها أكثر شيء is used in local area networks باللانز. إحنا شايفين اللانز اللي عندنا كل اللانز تستخدم الستار توبولوجي. أوكي، العدة أي سؤال أو استفسار يقدر يراسلني على جوجل كلاس روم أو على البروفايل الأكاديمي أو على اليوتيوب. شكرا جزيلا.